فكما تعلمون أننا لا زلنا نبحث عن الاختفاء ديال جوج ديال الدراجين اللي اختفوا ما بين النيجر وبوركينا فاسو، والقضية تتعلق بالأخ الصرحاني اللي كيبلغ من العمر 65 سنة، والأخ فتحي اللي كيبلغ من العمر 37 سنة. فكنناشدوا جميع المنظمات الحقوقية باش يتعاونوا معنا على البحث على هاد الناس اللي مختفين. كنحييو الاخ يوسف البطاوي اللي شاد هاد الطريق ديال النيجر، رغم اننا بقينا معاه رجع رجع رجع، ولكن قال لك اودي انا ما غنوقفش حتى نبحث على الاخوان ديالي. فكنتواصلوا معاه وكيقول لنا بان كيتلاقى مع الشرطه البوركينابيه في الطريق الى النيجر، كيسولهم كيقولوا ليه لحد الان راه ما عندنا حتى شي خبر. والبارح كان باقي عليه تقريبا واحد 160 كيلومتر، كنتمنوا ليه طريق السلامه ان شاء الله، وكنشكروه بزاف على المساعده، وكنشكروا جميع الجرائد اللي كتبات عليهم، وكنشكروا كذلك جميع الناس اللي تساعدوا معنا. بزاف ديال المنابر الاعلاميه كنشكرهم بزاف، كنشكروا الناس المسؤولين اللي هما تساعدوا معنا. كنوجهوا النداء ديالنا مره اخرى للسفاره اللي كتواجد بوركينا فاسو باش يعطيونا شي خبر، ويهضروا مع الناس البوركينابيه المسؤولين باش يحاولوا ينقبوا لنا على يبحثوا لنا على هاد الاخوان. فكما ذكرت شحال من مره بان الاخوان، غادي نوضحها دابا مزيان. الاخ الصرحاني فدار القرعه ديال الحج باش يتهز في القرعه ديال الحج، ما كتبش ليه باش يعطيوه القرعه باش يتهز، هو كيبلغ من العمر 65 سنه، كيشوف السن ديالو راه غادي في القبر. قال علاش غادي ما نديرش هذه المغامره هذه ديال الحج، اتفق مع الاخ فتيحي اللي كيبلغ من العمر 37 سنه وهو تاجر، وقروا باش يخوضوا هذه المغامره. ملي وقع هذا الاختفاء ما بقينا عرفنا والو منذ 29/3/2023. نطلبوا الله سبحانه وتعالى باش يكونوا في حفظ الله ورعايته، وان يعودوا الى اهاليهم سالمين غانمين. فالجمعيه ديالنا ديال الدراجه الهوائيه والدراجه الهوائيه والسياحيه سوس ماسة اللي كيترأسها السي الحسن الشرقاوي مع الاخ اللي تا هو كيجري معنا في البحث وخدم بزاف، كنشكروه السي عصام فواج. فانا كعضو من الدراجين اللي قمت انا ببعض الخرجات كثيره، وكنتمناو من الناس يتعاونوا معنا مره اخرى في البحث ديال هاد الاصدقاء ديالنا السي سرحان والسي فتح. الحاله العائليه ديال هاد الناس راه كتعرفوا، كما الانسان ملي كيغبر لهم شي واحد من العائله ديالهم، وكانوا موالفين بان ملي كيخرج في السفر كيبقاو يتواصلوا معاه دائما، وكيكونوا ناشطين معاه وكيعطيهم الجديد. فالان هما في امس الحاجه لوالديهم باش يكونوا حداهم، ومؤسفين عليهم بزاف، ونطلبوا الله سبحانه وتعالى باش يرجعهم للاهل ديالهم. وكتواصل معاهم بعض المنابر كذلك الاخوان ديال السي فتيحي والاخوان ديال السي سرحاني، حتى هما مدينه الدار البيضاء حتى هما دايرين المجهود ديالهم مع المنابر الاعلاميه في البحث على الاخوان ديالهم. وكما هما كيبحثوا فتحنا راه الاخوان ديالنا كنبحثوا، وللكل جزيل الشكر. فكما تعلمون ان المنطقه ديال بوركينا فاسو انها في اتجاه ديال النيجر، فاولا تشاد ولا مالي في بعض المناطق، فهي مناطق ساخنه. فرجعوا بعض الاخوان اللي كانوا في السودان اللي فيها الان الحرب، رجع منها الاخ عبدو، فهو حتى هو وقعوا ليه بعض المسائل لا داعي لذكرها الان. كنوجه نداء لكل رحال لا بالدراجه الهوائيه او لا بالدراجه الناريه، فياخذ الاحتياط ديالو والحذر ديالو، ويعرف الطرقان اللي كيتمشى معاهم، وحبذا لو يكون عنده واحد جي بي اس اللي يهزو معاه يديروا معاه دائما، باش الا مشات تختفى ولا وقع عليه شي حاله فكيعرفوه بعدا فين كاين.
والان رحنا كنتواصلوا في هذه اللحظات مع الاخ سي يوسف اللي هو كيوافينا دائما باللوكاليزاسيون ديالو هويا. فتحياتي للكل اللي كيتعاونوا معنا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.